مين كابتن هاني؟ برغم الأداء ولكن الهدف اتحقق وده المطلوب. بالظبط يا كابتن، بيبقى في ماتشات كده كابتن، ماتشات الكاس بالذات. اه بالظبط بالظبط، في ماتشات كده بتبقى جايه في اوقات اللي انت عارف ايه، عايز تاخد 3 بونت وتجري، عارف يعني عايز تكسب وتمشي، عايز تكسب وخلاص، عايز تطلع بقليل الخسائر زي ما كلنا كنا بنتمنى النهارده. طبعا بغض النظر عن اصابه وليد، طبعا بنتمنى له ان شاء الله تكون حاجه بسيطه، لكن ان احنا الحمد لله خدنا اللي احنا عاوزينه من المباراه، مباراه واتقفلت زي ما قلنا. نبدا نركز ان شاء الله، الراجل عنده 6 ايام يقدر ان هو يشتغل كويس قوي على العامل النفسي والعامل البدني والعامل الفني، ويقدر يشتغل كويس قوي الفتره دي على اساس ان انت هتبقى جاهز ان شاء الله لمباراه نادي الزمالك. اللي المباراه دي هتفتح لك حاجات كتيره يا كابتن ايمن، هتفتح لك عندك، هيبقى نهائي، تلعب سوبر، تلعب سوبر افريقي، وهتلعب سوبر مصري بعدها، داخل على كاس مصر، فهيبقى عندك حوالي 4 بطولات ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله، وتحاول ان انت تاخد الـ4 بطولات كلهم ان شاء الله.